السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. محاضرة النهاردة بعنوان Get to know IP version 4 classes and types من كورس CCNA 200-301. إن شاء الله هنتكلم عن What about IP version 4 classes، إيه هي الكلاسز بتاعت IP version 4، وكذلك هناخد برضو What about IP version 4 types، أو إيه هي التايبس الخاصة بال IP version 4. تمام، بص يا معلم، ال IP version 4 اتفقنا اللي هو عبارة عن X.X.X.X، صح ولا لأ؟ تمام، اربع خانات، كل خانه بتتراوح من 0 لكام؟ ل 254. اوكي، طيب اكس 1 دي حلو متصنفه، يعني اكس 1 دي المفروض بتتراوح من 0 ل 254، حلو، اسف 255، حلو، لكن هي متصنفه في الرينج اللي هو من اول واحد لحد 254، يعني هي بتشيل تكنيكلي بتشيل من 0 ل 255، لكن هي متصنفه متقسمه في رينج ما بين 1 ل 254. طيب متقسمه لايه؟ لكلاسز، كل كلاس تمام بيبدا برقم وينتهي برقم، حلو. كلاس ايه بيبدا من 1 ل من 1 ل 127، والديفولت نت ماسك بتاعته هي 255.0.0.0. ما معنى هذا؟ معنى هذا ان اي اي بي بيبدا في الرينج اللي من 1 ل 127 الماسك بتاعته او السبنت ماسك بتاعته تمام 255.0.0.0، او ممكن نقول عليها سلاش ايه؟ سلاش 8. تمام، في كلاس بي اللي هو من 128 ل 191، حلو، ده 255.255.0 او سلاش 16. في كلاس سي اللي هو 192 ل 223، وده سلاش 24. تمام، زي الاي بي بتاع اللابتوب بتاعي، الاي بي بتاع اللابتوب بتاعي 192.168.1.125، يعني هو كلاس سي اي بي، صح ولا لا؟ تمام، الدي بقى والاي، الدي 224 ل 239، ده مالوش سبنت ماسك، ده بيستعمل للمالتي كاست، حلو، للمالتي كاست. طب ندي مثال، لو انا عندي مثلا سيرفر بيبث فيديو ستريمينج فيديو، تمام، وعندي بي سي 1 وعندي بي سي 2، حلو، وعندي بي سي 3، اوكي، ممكن اخلي السيرفر ده لو انا عايزه يبث فيديو مثلا تمام لبي سي 1 و2 بس، يعني يبعت لبي سي 1 و2 بس، لكن بي سي 3 لا، اوكي. بالتالي انا هنا بكريت حاجه اسمها مالتي كاست جروب، وليكن مثلا اي بي 224.0.0.1 مثلا يعني، تمام، وبخلي السيرفر وبخلي بي سي 1 و2 يشتغلوا على المالتي كاست جروب ده، وبالتالي تمام السويتش بيبقى عارف ان لو في اي باكت جاي على 224.001 استلمها من السيرفر، تمام، السويتش بيعمل ايه؟ بيقوم مفرودها على بي سي 1 وبي سي 2 بس، مش بي سي 3. هديك مثال عملي، برنامج الفي ال سي، انا ممكن اعمل سيرفر بث فيديو عن طريق برنامج الفي ال سي، احطه مثلا هنا على السيرفر، وممكن اسطب البي ال سي هنا على بي سي 1 و2، حلو، الفي ال سي بس الفي ال سي اللي هنا ده بيبس، لكن هنا ده بيستقبل، اوكي. فانا عايز البرامج الاجهزه اللي متسطبه الفي ال سي فقط هي اللي تشتغل، فانا بظبط كونفيجريشن المالتي كاست اي بي اللي هيشتغلوا عليه او اللي هيشتغل عليه البث المباشر، بظبطه على الاجهزه وبظبطه على السيرفر، وبالتالي بضمن ان الباكتس هتروح للاجهزه المعنيه فقط مش كل الاجهزه. فده الرينج اللي هو من 224 ل 239. على فكره انا عندي كورس كامل في شركه ديباجز، كورس كامل عن المالتي كاست، يعني انا كنت سجلته السنه اللي قبل اللي فاتت، كورس كامل عن المالتي كاست، لانه مهم جدا كسكيل انت لازم تتعلمها، خصوصا لو انت هتخش بيه مذاكره السي سي اي اي. تمام، كلاس اي ده من 240 ل 254، ده ملوش استخدام الا في الاستخدامات المعمليه، تمام، يعني مثلا في تجارب بتتعمل، تجارب الصواريخ، تجارب النوويه، دي اصلا بيبقى داخل على فكره فيها نتورك كونكتيفيتي، يعني اجهزه ليها نتورك اي بيز والكلام ده كله، تمام، لكن هم ما بيستعملوش الا الرينج، ما بيستعملوش لا كلاس اي ولا بي ولا سي ولا دي، تمام، ده فده رينج مخصص للاكسبيرمنتال تمام ايشوز او الاجراءات المعمليه، حلو، لكن ده احنا مش بنستخدمه كمهندسين نتورك. تمام، طيب انواع الاي بي هات، في عندي برايفت اي بيز، بس خلي بالك انا قبل بس ما اطلع لانواع الاي بي هات، تمام، في حته قاعده لازم تفهمها،
you can go forward by net mask but you cannot get backward. يعني ايه؟ يعني انا ممكن مثلا اي بي كلاس A ياخد سبنت ماسك كلاس A او B او C، لكن ما ينفعش مثلا اي بي في كلاس B ياخد سبنت ماسك اي بي كلاس A، لو في كلاس B ياخد كلاس B او كلاس A كلاس C. فبالتالي هتلاقيني مثلا في امثله بقول لك ايه 10.0.0.0/24، مع ان 10 ده واقع في الرينج بتاع كلاس A، لكن انا بقى جاي اقول لك ده 10/24 عادي جدا، لان اي ممكن ادي اي بي نتورك تمام في كلاس A والسبنت ماسك اخليه على كلاس C عادي جدا. تمام، خلي بالك بقى لو اي بي تمام شايل سبنت ماسك حلو بتاعة الكلاس بتاعه، يعني مثلا لو انا عندي 10.0.0.0/8 هو شايل سبنت ماسك بتاعة كلاس A صح، ده بيسموه كلاس فول اي بي، كلاس فول اي بي. تمام، طب لو هو شايل سبنت ماسك غير السبنت ماسك بتاعة الكلاس بتاعته يبقى ده اسمه كلاسلس اي بي. تمام، طيب لو انا مثلا عندي اي بي كلاس بي واخد سبنت ماسك بتاع كلاس سي اسمه كلاسلس برضو اي بي، لو اي بي طب في كلاس بي واخد سبنت ماسك بتاع كلاس بي يبقى ده اسمه كلاس فول اي بي. تمام كده، طيب فالحاجات دي هنستخدمها قدام اما نيجي نخش في تكنيكس عاليه شويه زي السمرايزيشن والقصه دي كلها. تمام، تعال نخش بقى في انواع الاي بيات، في البرايفت اي بيز، في اللوب باك، في الاوتوماتيك. تمام، تعال ناخد نوع نوع. البرايفت اي بيز هي الاي بيز اللي بتستخدم داخل نطاق الشبكه لا تستخدم خارج نطاق الشبكه. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ تمام، بص يا معلم، كلاود الانترنت دي حلو عباره عن مجموعه راوترز متصله ببعضها، حلو مجموعه راوترز ايه متصله ببعضها. تمام، فانا بفرض عندي هنا ار اكس مثلا اكس 1 تمام واصل حلو عندي في البيت بالراوتر بتاعي، ماشي الراوتر بتاعي متصل بالشبكه بي بي سي مثلا بي سي 1 ولكن ده مثلا بي سي 2 اوكي. تمام، هفترض اي بي الشبكه دي 10.0.0/24، هنا برضو دوت 0/24، الراوتر هنا واخد بوينت 1، الجهاز واخد ده مثلا بوينت 2، ده بوينت 3. تمام، هفترض ان اي بي ار 1 ده اوكي بياخد اي بي خارجي، خلي بالك الاي بي الخارجي اسمه اي بي بابليك، وليكن مثلا واخد اي بي 1.1.1.2 والناحيه الثانيه الراوتر الناحيه الثانيه اللي قصاده 1.1.1.1 اوكي. تمام، ده اسمه اي بي بابليك. اي بي بابليك يعني ايه؟ يعني الاي بي ده اي حد على الانترنت يقدر يوصل له عادي جدا، حلو، لكن اي جهاز لما بياخد اي بي داخل نطاق الشبكه اما بيطلع بره للانترنت، لو بفرض مثلا الراوتر ده متصل بسيرفر، السيرفر ده الاي بي بتاعه 2.2.2.2 حلو، بي سي 1 لما يحب يطلع الباكت عايز يروح للسيرفر ده مثلا، بي سي 1 هيطلع من الاي بي بتاعه اللي هو كام 10.0.0.2، ده سورس ايه اي بي. تمام، ديستنيشن اي بي كام عايز يطلع السيرفر اللي هو 2.2.2.2. راوتر 1 لما يستلم الباكت دي حلو ما ينفعش يوديها الار اكس 1 ها بنفس المعلومات دي. ليه؟ لان 10.0.0.2 ده برايفت اي بي، البرايفت اي بيز معمل لها بلوك على مستوى الانترنت. تمام، لان دي اي بي هات تتبني عليها نتورك، لكن ما ينفعش اجهزه تطلع بالاي بي هات البرايفت دي بره، حلو. وبالتالي في تكنيك اسمه النات، نتورك ادرس ترانزليشن، نتورك ادرس ترانزليشن الراوتر بيعمله، بيعمل ايه بقى؟ لما الراوتر يستلم الباكت دي، خلي بالك الباكت دي بتبقى طالعه من سورس اي بي ديستنيشن بي وطالعه برده من سورس بورت ديستنيشن بورت. طب اعتبر السورس بورت مثلا 5000 والديستنيشن بورت 443، يعني مثلا البي سي ده عايز يخش على اتش بي اس ويب ابلكيشن على السيرفر. الراوتر لما بيستلم يعمل ايه بقى؟ بيغير السورس اي بي، بيحط الاي بي بتاعه اللي هو ايه 1.1.1.2 تمام، وبالتالي الباكت لما بتوصل عند السيرفر بتبقى باينه قصاد السيرفر ان هي طالعه من الراوتر اللي هو ار 1 بالاي بي البابليك بتاعه، ولكن طبعا هي فيزيكلي تمام هي جايه من
جهاز مستخبي ورا مين؟ ار 1، ولكن الجهاز مش بيظهرش قدام السيرفر الا باي بي راوتر ده. تمام. طيب لو في بقى تمام جهاز تاني طالع على نفس السيرفر، وهنا تبدا تحصل بقى المشكله. لو الجهاز ده مثلا طالع على نفس السيرفر، طالع برضو على من 10.0.0.3 رايح على نفس السيرفر، حلو. طبعا الاجهزه بتختار السورس بورت راندوم راندوم، تمام، وده اتفقنا على الحته دي، يعني بيختاروا راندوم. يعني فافرض الجهاز مثلا بي سي 2 اختار انه هيطلع من بورت مثلا 6000، هيطلع على ديستنيشن بورت كام؟ اسف، هيطلع على ديستنيشن بورت 443 عند السيرفر. اوكي تمام. طيب خلي بالك بقى، لو السيرفر حب يرد على الراوتر على اول سيشن، على السيشن دي، الراوتر لما يستلم الباكت ها هيلاقي ان في باكت جاي عنده على بورت كام؟ على بورت 5000. فالراوتر يبص، هو انا ايه السيشن اللي انا غيرت فيها السورس اي بي للاي بي بتاعي على بورت 5000؟ فهيعرف ان هي السيشن اللي جايه من بي سي 1 اللي هو 10.0.0.2، فالراوتر يدخل الباكت للجهاز ده. تمام، حلو. يعني خلي بالك السيرفر لو بعت باكت هيبعت من سورس اي بي اللي هو كام؟ 2.2.2.2. لو بفرض السيرفر عايز يرد على بي سي 1، تمام، الديستنيشن اي بي هيكون 1.1.1.2، السورس بورت والديستنيشن بورت. السورس بورت السيرفر هيطلع من البورت بتاعه وهيروح على بورت 5000. الراوتر لما يجي يستلم الباكت دي هيقول ايه ده انا 1.1.2، تمام. هيسال نفسه بقى هي جايه على بورت 5000. الراوتر يتشيك بقى يشوف ايه السيشن اللي هو غير فيها السورس اي بي من برايفت لبابليك، هيلاقي السيشن دي، صح ولا لا؟ السيشن دي اللي هي بتاعه 10.0.0.2، يا ام هو محول الباكت على مين؟ على بي سي 1. تمام. لو بي سي 2 بقى طلع اوكي، الراوتر هيخرجه عادي جدا، بس السيرفر لو حب يرد على بي سي 2 بقى هيرد على ايه؟ من نفس الاي بي اللي هو السورس اي بي، وعلى نفس الاي بي، حلو، 400 هنا 443، بس هنا على ديستنيشن بورت ايه؟ 6000، صح ولا لا؟ الراوتر لما يستلم الباكت ها هيبص ايه ده، السيشن دي جايه لي على بورت 6000، يقول ايه ده، هو مين الجهاز اللي انا غيرت الاي بي بتاعه من برايفت لبابليك وطالع الجهاز ده من بورت 6000؟ هيعرف ان هي السيشن دي اللي هو بي سي 2، يقوم باعت الباكت على بي سي 2. حلو. فدي طريقه اسمها النت، نتورك ادرس ترانزليشن. وخلي بالك ده النت في كذا طريقه، يعني في كذا تكنولوجي او كذا تكنيك، تمام. التكنيك ده اسمه البات، اللي هو بورت ادرس ترانزليشن، وهقول لك ليه بيتسمى كده. بص يا معلم، افرض بي سي 1 وافرض بي سي 2 طلعوا من نفس البورت، مش وارد؟ وارد، احتمال نادر، احتمال نادر، لكن افرض الاثنين طلعوا من نفس البورت، الراوتر هنا هيعمل ايه؟ ما هو لو طلعهم من نفس البورت السيرفر هيرد على نفس البورت، تمام. طب الراوتر هيعرف منين بقى قال الباكت زي جايه البي سي 1 ولا 2؟ خلي بالك لو بي سي 1 و2 طالعين من نفس البورت، واحد منهم هيوصل قبل التاني للراوتر، صح؟ فهفترض ان بي سي 2 وصل الاول للراوتر 1، لان الاثنين استحاله يروحوا مع بعض في نفس الوقت، لازم باكت من جهاز توصل قبل باكت من جهاز، حلو؟ فهفترض بي سي 2 وصل الاول، فالراوتر يطلعه عادي جدا. طب بي سي 1 لو هيطلع على بورت 5000، الراوتر بيقول ايه ده 5000 ده اصلا طالع بيه جهاز اللي هو 10.0.0.3، صح؟ يقول بقى لا، ما ينفعش يا راوتر ايه، يا بي سي 1، انا هغير الاي بي بتاعك ل 1.1.2 عادي جدا، وهغير البورت بتاعك لكام؟ ل 5001، يزود عليه 1. فهنا السيرفر لما يجي يرد هيرد على 5001، تمام؟ وهنا هيرد على 5000 بس، تمام؟ فلما يرجع ل 5001 الراوتر يقول ايه ده؟ ده في باكت جاي على 5001، مين الجهاز اللي طلع من بورت وتحول البورت بتاعه ل 5001؟ هو 10.0.0.2، يوم الراوتر مدخل على بي سي 1، ولو جات له على 5000 يعديها البي سي 2 عادي جدا. ففي رينج اي بي هات برايفت احنا بنشتغل عليها، ممنوع اللي هي تظهر جوه الانترنت. وعلى فكره تكنيك النت ده اصلا معمول، لو انت سالت نفسك يعني تقول لي طب انا ليه بعمل كل القصه دي؟ هقول لك ليه. بص يا معلم، الاي بي هات تمام x.x.x.x، انت عارف x.x.x.x دي تديك كام اي بي؟ تديك 4 مليار وشويه فكه، حلو. اساسا عدد اللي بيدخلوا او اللي بيستخدموا الانترنت ها
3 مليار وشوية، وداخلين في الأربعة مليار، زائد إن كل واحد بيخش مش بجهاز واحد، ما بيحتاجش اي بي واحد، ده بيحتاج كذا اي بي، لان انا مثلا انا بخش باللابتوب وبخش بالموبايل تمام، وبخش مش عارف بالتابلت تمام، فهنا هيحصل عجز في الايه، في الاي بيهات. فبالتالي منظمه الاي اي ان اي الايانا مسؤوله عن الاي بي فيجن 4 تمام، نظمت الحته دي، قالت لك بص انا هخلي الشبكات كلها تشتغل بايه، تشتغل باي بيهات برايفت تمام، عشان اوفر. خلي بالك يعني بي سي 1 و2 طلعوا على الانترنت بنفس الاي بي بتكنيك النات، صح ولا لا؟ فعشان اوفر الاي بيات البابليك، يعني ممكن شبكه يبقى فيها 200 جهاز يظهروا على الانترنت باي بي بابليك واحد بس، فهمت القصه تمام؟ فده فكره النات، وده فكره وجود او ظهور اي بيات البرايفت تمام، ان انا عايز اعمل رينج اي بيات اديه داخل شبكه وعمل لها ترانزليشن لما تطلع انترنت، بحيث مجموعه من الاجهزه تبان كانها باي بي واحد بس، توفيرا للاي بيات، لان الاي بي فيرجن 4 مش هيقدر يسد على كل ده، يعني لو كل جهاز خد بابليك اي بي مش هيكفي اي بي فيرجن 4 تمام. البرايفت بقى في منه في كلاس اي، وفي منه في كلاس بي، وفي منه في كلاس سي، هو ثلاث رنجات، ممكن تدي من 10.0.0.0 ل 10.255.255.255، او ممكن تعبر عن الرينج ده ب 10.0.0.0/8، صح ولا لا تمام؟ ممكن تدي داخل الرينج ده، ممكن تدي في الرينج اللي هو من اول 172.16.0.0 ل 172.31.255.255، او تدي في كلاس سي اللي هو 192.168.0.0 ل 192.168.255. ما تستعملش كنتورك انجينير في تاسيس شبكه اي بي خارج النطاق الثلاثه دول، هيعمل لك مشاكل كتير تمام. طيب اللوب باك، اللوب باك ده بيستخدم في التستنج، يستخدم في التستنج ازاي؟ يعني لو انا جهاز عايز اتست مثلا هو النتورك كارد بتاعته مثلا شغاله ولا لا، حلو، فبفتح الكوماند لاين كده عشان اتاكد النتورك كارد نفسها فيها مشكله ولا شغاله تمام، اعمل كده بينج على 127.0.0.1، هتلاقيه بينج. على فكره 127.0.0.1 ده هو اي بي الجهاز نفسه، كان الجهاز بيبنج على نفسه، حتى لو دوت 2 هتلاقيه بينج، دوت 3، فهو رينج اللوب باك ده معمول للتستنج تمام. رينج الاوتوماتيك ده بقى معمول لايه؟ بص يا معلم، قال لك في افتراضيه مهمه جدا جدا جدا، ايه هي؟ قال لك افرض، افرض بي سي حلو عايز ياخد اي بي ومش عليه اي بي ستاتيك، يعني انا ما اديتوش اي بي ستاتيك، فهو بيعمل ايه؟ بيديسكفر على دي اتش بي سيرفر. افرض الشبكه تمام، لو انا عندي تو بي سيز، افرض الشبكه ده بي سي 1 وده بي سي 2، افرض الشبكه ما فيهاش اصلا دي اتش بي سيرفر، يعني انا لا بي سي 1 ولا 2 اديتهم ستاتيك اي بيز وما فيش دي اتش بي سيرفر، طب هيعملوا ايه بقى؟ قال لك كل بي سي هيدي لنفسه اي بي تمام في الاوتوماتيك رينج ده، يعني وليكن مثلا بي سي 1 هيدي لنفسه اي بي 169.254.0.2 مثلا، حلو، بي سي 2 هياخد اي بي وليكن 169.254.0.3 مثلا، حلو. فبالتالي الاوتوماتيك او بيسموه الابيبا، ابيبا اوكي تمام، الاوتوماتيك رينج ده الاجهزه بتاخد فيه اي بيات في حاله عدم وجود ستاتيك اي بيز او دي اتش سي بي اي بيز او دي اتش بي سيرفرز، اسف. فبالتالي ممكن اعمل كونكتيفيتي ما بين بي سي 1 وبي سي 2 عالي جدا بقى، لان في اي بيات وهو اوريدي معاهم ماك ادرسز، فده الهدف وراء الايه، الاوتوماتيك تمام. فبالتالي لو انت جيت لقيت جهاز واخد اي بي 169 اعرف ان هو في مشكله، هو مش عارف ياخد الاي بي الدي اتش سي بي، ولا انت مديله اي بي ستاتيك، فبالتالي هو بيدي نفسه اي بي ايه، اوتوماتيك تمام. احنا كده خلصنا الاي بي فيرجن 4 الكلاسز والتايبس، انا بفضل الله يعتبر خلصت. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.